الأخ يقول تقدم في كلامي الحديث عن الربيبة وقلت إذا كانت في الحجر، يقول ما معنى هذا؟ أولا اختلف العلماء رحمه تعالى في الربيبة، هل محرمة مطلقة أم إذا كانت في الحجر؟ الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، قلنا أن معنى الربيبة هي بنت الزوجة، الربيبة هي بنت الزوجة. ذهب الأئمة الأربعة كلهم رواية واحدة عنهم بأن من تزوج امرأة ولها بنت حرمت عليه، سواء تربت عنده أو كانت بعيدة عن بلده رآها أو لم يرها، ومتى ما رآها لا تحتجب عنه لأن محرمة عليه، ولو توفيت أمها حرم عليه الزواج بالبنت، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. ويقولون عن قول الله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم، يقولن هذا خرج مخرج الغالب، وأن مقصود من هذا إخراج بنت التبني وغير ذلك مما قيل في ذلك. وذهب طائفة من العلماء إلى أن ذكر الحجر في الآية شرط، لأن الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، لو كانت الربيبة محرمة مطلقة لما قال الله جل وعلا في حجوركم، ولا قال وربائبكم اللاتي من نسائكم وانتهت قضية، ولكن حين ذكر الله في حجوركم كان هذا دليلا على أن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في الحجر، وهذا هو الصواب، لأن هذا هو الذي أفتى به أمير المؤمنين عمر، والإسناد إليه صحيح رواه عبد الرزاق في المصنف، وأفتى به أمير المؤمنين علي والإسناد إليه صحيح رواه عبد الرزاق في المصنف. وقد ذهب إلى هذا القول ابن القيم وابن حجر العسقلاني في فتح الباري، مع أن ابن حجر عادة ما يخالف مذهب الشافعي، ولكنه لعله رأى قوة هذا القول ووجاهة فذهب إليه. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك تريد الزواج في ابنة أبي سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن في حجري ما حلت لي، وهذا متفق على صحته، ما حلت لا لأن أبا سلمة كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وابنة أخيك من الرضاع لا تحل لك بالإجماع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن في حجري ما حلت لي، فدل ذلك أن حرمت لأجل أنها في الحجر، وجعل النبي هذا قيدا، قال لو لم تكن في حجري، وهذا يؤكد القول الذي ذهب إليه عمر وذهب إليه علي رضي الله عنهما، وهما أدرى الناس بمعاني القرآن، ولم يخالفهم أحد من الصحابة. والعجيب أن عادة بعض الفقهاء يقولون وهذا قول الصحابي ولم يخالفه أحد فيكون إجماعا، ما بالهم هنا ما قالوا شيئا، أحيانا لا يذكرون هذا القول أصلا، ويقول خرج مخرج الغالب. وكان الواجب عليهم أن يقولوا في هذه المسألة مثل ما قالوا في المسائل الأخرى، وهذا قول عمر وقول علي ولا نعلم لهم مخالفا، ومن ثم ما ساد هذا القول ولا اشتهر، وكثير من الناس ما يعرفوا أصلا، لا يعرفون إلا القول الأول وأن خرج مخرج الغالب. ولا أظن أحدا يفهم القرآن أفهم من عمر وأفهم من علي ممن جاء بعده من الأئمة الأربعة وغيرهم، وعمر رضي الله عنه فهم من الآية أن هذا شرط، وعلي فهم من الآية أن هذا شرط، وهذا ظاهر القرآن وهو الصواب. فعلى هذا من تزوج امرأة ولها بنات لم تتربى البنات في حجره يجب علينا الاحتجاب منه، يجب علينا الاحتجاب منه، ولو طلق أمهن
أو ماتت امرأته جاز الزواج بهن، لأنهن ما تربين في حجره، والتربي في الحجر شرط للتحريم، ومال فلا. نعم.